أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف العاشر، هذا هو الأسبوع السابع. في هذا الفيديو سنستعرض أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال الأسبوع السابع، كونوا معي. بداية سنبدأ بنص الاستماع، وكما يظهر أمامكم لابد في الخطوة الأولى أن نمسح الرمز، ومن ثم سننتقل إلى نص الاستماع. نستمع إلى النص مرة واحدة، يلي ذلك أننا سنجيب الأسئلة. الدولة العربية المذكورة في السيرة الذاتية التي استمعت إليها هي: كان صاحب السيرة الذاتية التي استمعت إليها يعمل في: أحدد شرطي نجاح المناقصات، أذكر الحل البديل الذي طرحه الكاتب بعد رفضه عروض المناقصات من الشركات العالمية العملاقة، أذكر الموقف الذي استدعى الكاتب فيه المثل العربي رب ضارة نافعة. بعد ذلك عزيزي الطالب، سننتقل إلى فهم المسموع. أضع علامة صح إزاء العبارة الصحيحة وخطأ إزاء العبارة غير الصحيحة. الخرج والباحة وعسير وجيزان مدن تنتمي إلى السعودية، صح أم خطأ؟ الفرق الطبيعي بين متنافسي العطاءات يكون أكثر من 25%. ظهر الكاتب مبتكراً نظاماً إدارياً جديداً. لم تتكبد الدولة مصاريف كهرباء القرى النائية من جيبها. استطاع الكاتب وقف هدر الأموال في مشاريع وزارته. أختار صفات القائد الإداري الظاهرة في النص الذي استمعت إليه بوضع إشارة صح أمامه. له قدرة على الإقناع، يغرس الشعور بالولاء في النفوس، يتمتع بقدرة جيدة على التواصل والتشبيك، يتمتع بالاستقلالية، محاور جيد، يرى ما لا يراه الآخرون، صاحب رؤية، يبعث على الثقة، رومانسي، صادق. بعدها سننتقل إلى نص يتحدث عن مناضل كبير ناضل من أجل الحرية، وهو نيلسون مانديلا. ظهر على القاضي أثناء المداولات التردد والقلق، وكان يتفادى النظر إلي مباشرة، كما بدا الارتباك على بقية المحامين والوكلاء. إن سبب ارتباك أولئك الرجال ليس مجرد كوني زميلا لهم في مهنة، وإنما كوني إنسانا عاديا يعاقب على أفكاره وما يؤمن به. لقد فطنت لأول مرة للفرص المتاحة لي في المحاكمة باعتباري متهما ورمزا للعدالة، وأيقنت أنني قادر على مواصلة النضال ولو في داخل قلعة العدو. سندخل إلى تفاصيل قصته وقصة سجنه التي استمرت ربع قرن. بعد ذلك سننتقل إلى أسئلة فهم المقروء. نفسر الكلمات التي تحتها خط ونأتي بجذرها، وكنا قد تعلمنا ما هو جذر الكلمة وما هو معناها. وبعد ذلك سنرسم دائرة حول الكلمة التي لا تنتمي إلى معنى الكلمة المخطوط تحتها، وكان القاضي يتفادى النظر إلي مباشرة. بعد ذلك سننتقل إلى نشاط آخر، وهو نصل بين الشخص والشعور الذي يمتلكه فيما يأتي. القاضي، المحامون والوكلاء، نيلسون مانديلا، هنا موقف المحكمة، القوى والأمل، الارتباك والاضطراب، التردد والقلق، الإحباط والتوتر. عزيزي الطالب، هذا هو عرض سريع لما سنقوم بدراسته خلال الأسبوع السابع من هذا الفصل. سنتناول القراءة والتحليل والاستماع، نصوص كثيرة ستكون وسيتخللها أيضا مهمات بحثية ومهمات مكتبية. إلى هنا عزيزي الطالب، أتمنى أن أكون قد وفقت فيما كتبته وقلته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.